افخري يا بنت كسب الجمايل حق لك لا تفخري يا القاسمية يا ثريا الفارقة بين المثايل علم واخلاق وجمال وجاذبية افخري يا بنت كسب الجمايل حق لك لو تفخري يا القاسمية يا ثريا الفارقة بين المثايل علم واخلاق وجمال وجاذبية لك ابارك واهدي بيوت الجزايل يا من انت الدكتورة والفرحة حية الف مبروك وفرحي والشك زايل بالشهادة العالية يا اجمل بنية وتشهد لك فعايل والعزيمة والسهر والمعنوية لكلية الشريعة بالدلائل تشهد وتشهد بالهمة القوية عن حقوق المرأة في الإسلام كانت الرسالة والدراسة يا الوفية عام 42 بين الأوائل خطي بصف الصدارة يا ثريا أنت بنت الشامعة الرب الفعايل مسلمنا الكف وجزر العطية يا عسى سندك بين البرية يا كبر فرحة خواتك الأصايل كل نتبارك لك الفرحة الهنية والحبايب بارك والحفل حافل ومحكم تهدي لك القف هدية يا من القاسم لكم بين القبائل هبة وعزة وأمجد عليا مجدكم شامخ شموخ جبال حايل يا من أوختار خصوم بكل هيا كسب الجمايل حق لك لو تفخري القاسمية يا ثريا الفارقة بين المثايل علم واخلاق وجمال وجاذبية لك ابارك واهدي بيوت الجزايل يا من انت الدكتورة والفرحة حية الف مبروك وفرحي والشك زايل بالشهادة العالية يا اجمل بنية بالتعب جاتك وتشهد لك فعايل والعزيمة والسهر والمعنوية لكلية الشريعة تشهد وتشهد بالهمة القوية عن حقوق المرأة في الإسلام كانت الرسالة والدراسة يا الوفية عام 42 بين الأوائل خطي بصف الصدارة يا ثريا أنت بنت الشامعة الرب الفعايل مسلمنا الكف وجزر العطية يا عسى مثواه في أعلى المنازل في الجنان بصحبة الهدي النبية وتزي بإخوانك رجال سندك بين البرية يا كبر فرحة خواتك الأصايل كل نتبارك لك الفرحة الهنية والحبايب بارك والحفل حافل ومحكم تهدي لك القف هدية يا من القاسم لكم بين القبائل هبة وعزة وأمجد عليا مجدكم شامخ شموخ جمال حايل يا من أوختار خصوم بكل هيا توزيع محفوظة.